وبالشفاء. عسلامة ومرحبا، كيف العادة معكم وصف العبد في صحة وبالشفاء. كملوا في النصايح بتاعنا بتاع الفوائد، واليوم مش نشوفوا فايدة من فوائد الأملاح المعدنية هو البوتاسيوم. البوتاسيوم هو واحد من معادن مهمة لسيرورة الجسم، موجود في كل خلية، والبوتاسيوم هو اللي يحمل كل الشحنات الإيجابية من الدم إلى داخل الخلية. كيف هو اللي يحدث التوازنات المائية وخاصة توازنات العمليات الفيزيولوجية، وهذاك علاش عنده ارتباط البوتاسيوم بنسبة الصوديوم. شنشوفوا شنو المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم وأهم الأعراض لنقص البوتاسيوم. من أهم الأعراض أنه يوقع خلل في تركيبة الدم، وخاصة حسب درجة النقص نلقى ضعف العضلات، كيف التشنجات، الانقباضات لبعض العضلات، وخاصة أهمها عضلة القلب. الحاجة اللي هي ممكن اختيارها نوعية هي انخفاض مستويات البوتاسيوم يعطي خلل في الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهالات نجم تؤدي حتى للشيح. كيف العضلات تفقد القيمة متاحها ومش تفقد البروتينات بعد عمليات، خاصة الممارسين للرياضة، لكن هذا يعطي انتفاخات. ماذا انتفاخات؟ اللي هو الماء يولي داخل الخلية ويعمل انتفاخات حتى نوع من احتباس الماء ويعطي فشل. لكن الأسباب وخاصة البوتاسيوم وارتباطه بالعضلات وارتباطه بعضلة القلب يسبب التشنجات، وخاصة دقات القلب الزايدة والتقلصات اللي تنجم تعبتي حتى جلطات العضلية والجلطات الدماغية. ماذا يسبب في الحقيقة نقص البوتاسيوم؟ نقص البوتاسيوم هو يحدث خلل في السوائل، وخاصة السوائل داخل الخلية. للمعلومة يعني احنا نستحقه في اليوم ما بين 3.5 إلى 5 مليمول في اللتر، لكن إذا كان يكون إنسان عنده نقص بالبوتاسيوم قل تحت 3.5 مليمول، الإنسان يصبح قليل التركيز، خاصة سيلان الدم. كيف المضخة اللي هي مضخة القلب ما عادش توصل السوائل وخاصة الدم للخلايا وخاصة خلايا المخ. الحاجة اللي هي مهمة، كيف يكون تقصي نقص الدم؟ نقص الدم يكون عن طريق تحليل بسيط جدا اللي احنا نجم نعرفه هل البوتاسيوم في خلل ولا لا. والحالة أخرى هو يجب نعمل تخطيط للقلب نشوفه هل العضلات للقلب تقوم بالدور متاحها لأحسن وجه أو لا. كيف في العمليات الجراحية وقبل العمليات الجراحية يجب تثبت من نسبة البوتاسيوم. حاجة اللي هي ممكن بسيطة، الإسهال اللي يكون مفاجئ أو عملية تعرق الإفراز، كيف العرق المفاجئ وخاصة حتى في انخفاض درجات الحرارة، هذا الكل يخلينا أنه يجبنا نأكده من نسبة البوتاسيوم. إن شاء الله يكون نسبة البوتاسيوم موجودة بتوازن في الجسم. أمنياتنا للجميع بصحة وعافية وصحة وبشفاء. صحة وبشفاء.